هي الحقيقة الخدمة كويسة جدا واختلفت كتير قوي عن الأول، ودلوقتي بقى الحجز سهل. في تغيير كبير في الأتوبيسات كلها، سواء من جوه الأتوبيس أو في طريقة الحجز. طريقة التعامل برضو كويسة جدا، سواء من الموظفين بتوع الحجز أو الموظفين اللي هم داخل الأتوبيس أو السواقين أو كده. فعلا في تطور يعني، وتطور كبير ملموس خلال الفترة الأخيرة. أحسن من الأول في النظافة، في المعاملة، الإنسان بيخش يشوف بتاع التذكرة، اتفضل يا فندم تذكرتك كذا كذا. الخدمة بالنسبة للزمن الماضي هي أفضل عن امبارح بكتير بكتير، وعن السنة اللي قبلها واللي قبلها. بس برضك نحب نشوف تجديد أحسن وأحسن، لأن إحنا بنشوف الحاجات دي بره، فزي ما بنشوفها بره بنتمنى إن إحنا نشوفها عندنا، نشوفها في بلدنا. ما نتمناش إن حد يبقى أحسن مننا. دلوقتي الخدمات ممتازة، في دلوقتي مواعيد ممتازة، خدمات الأتوبيسات السياحة حلوة، في 10:30، في 12، وفي 2، وفي 3:30، يعني احسن من الاول بكتير. هي تذكرة سعرها كويس جدا يعني مقارنة بالخدمات، هي كويسة قوي. المفروض ان هي الواي فاي موجود، والشحن بتاع الموبايل، مفيش اي حاجة وحشة في الارض، النظافة بتاعته كويسة جدا، فسعرها كويس الحمد لله. يعني بالنسبة لي يعني ممتاز، يعني في التكييف وملتزم في المواعيد وخط سيرهم محدد. وهنا بصراحة الناس يعني سواء ذوق جدا في التعامل مع الناس، بيسهل علينا حاجات كتيره قوي. اول حاجه ان طبعا احنا يعني انا كبنت وبنات عامه ما بتقدرش ان تستحمل مثلا اللي معاهمش عربيات ان هم ينزلوا ويطلعوا من المواصلات، ففكره الباص اصلا حلوه. زي ما قلت لك التكييف برده حاجات حلوه، الخدمات اللي فيه برده كويسه. في مواعيده، بيجي في مواعيده، والباص بيطلع كل تلت ساعه. خدمه ممتازه يعني، انا يوميا على الخط ومفيش مشاكل خالص. يعني انا شايف ان السعر مناسب جدا بالمستوى، بالنسبه لمستوى الاوتوبيس وبالنسبه يعني مستوى الخدمه اللي فيه كويس، يعني يعتبر مستوى كويس. الخدمه ممتازه بصراحه، وسعر التذكره كويس جدا يعني مناسب. يا ريت يبقى كله كده بالادميه اللي احنا فيها دي، الناس كلها من حقها تركب الاتوبيسات وتدفع شويه، مش مشكله، ما مفيش حاجه ببلاش فعلا وبس كده. انما هو الاتوبيس 10 على 10، ما بركبش غيره، انا عندي عربيه بس ما بركبش غيره. في انتظام في المواعيد وكفايه اللي هو مكيف في الوقت دوت، فبصراحه يعني حاجه ممتازه، يعني خدمه ممتازه، خدمه ادميه كويسه قوي، مواعيد حلوه، سعر كويس مقارنه بالمسافه وكده، وكمان حاجات يعني الموجوده وكده، غير انه سيف. انا بحس ان انا قاعده هنا يعني مش قلقانه.